de blast et que bête l'émission. Tout de suite, il y a des nouvelles générations. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak al Hanachi dit ma hadra ma yabdachi. Merci. Dali, Dali Tounsi. Barsha énergie, ah oui. Jamila tel Farik, hadi yali dial asli. Marwan Mouzayen, aqwa mouqalad ya fanan. Ahmed al Ajimi, ma tenseh, la yedouane. Ah, wallah nedouane. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. اي اف ام احلى راديو. السلام عليكم الناس الكل, هذا موعد جديد من نوفيل جينيراسيون متوا حتى العشرة متاع الليل, اخر ساعات كالعاده الكوروفور رفقكم انا وباقي الفريق اليوم الاربعاء 19 جانفي 2022. ان شاء الله الناس الكل نكونوا لاباس في الايامات الجايه في تونس. واحده واحده الناس الكل سيسروا روحكم في الكيسات. نجموا تابعونا على شين يوتيوب اي اف ام تي في ولا الباج فيسبوك راديو اي اف ام. غدوه بتبيع ماتش تونس غامبيا 8 متاع الليل, ماتش ترشح للدور الثمن النهائي. تجموا تخليوا الكوم مونتيريت ولا تكلمونا على 31 380 ألف. توقع النتيجة, واحد من اللي ماركيه وغدوة الربح يكون 150 دينار من نصيب واحد. النتيجة وواحد من اللي سجلوا الأهداف غدوة 150 دينار. ياما كومونتيريت ياما كلمونا على 31 380 ألف. اللي فكره بهم كلمونا لأنه التليفون أكثر كي قديش قديش 150 دينار. مروان مونغاتي مونغا سور عاصمة, مرحبا بكم. هذه نوفيل جينيراسيون من توا حتى للعشرة تاع الليل. قدام مروان بوزيان اللي دير عسلي. هلو هلو, مرحبا بيك طارق, ومرحبا بالعباد اللي تسمع فينا وتتفرج فينا على اي اف ام تي في. ملك التوقعات وكرة القدم نبيل بن مسمية. اهلا وسهلا, مرحبا بكم. بونا سيرا توتي. في اطار كل يوم معلومه نحب نقول, اللي في الخليج يحفروا البترول, في الجزائر يحفروا الغاز, في تونس نحفروا لبعضنا, وشكرا والحمد لله. احمد عجيمي. بونسوار بونسوار لجميع مستمعين وفال جينيراسيون. ونحب نقول للناس اللي متعرفش طارق حناشي, راهو طارق حناشي ما نجمش يكون صعيب عليه للاسف الشديد. مروان صحيح, راهو يا نبيل حنين بطريقه توتر. عنقته اليوم؟ لا عرفت فسك مثلا. الله لا يفضحنا اخويا. كأنيماتور موليز ياخذ موقف صعبة في الريونيون, يعني ياخذ موقف صعبة كيف؟ مش ناخذ فيهم انا. ياخذ موقف صعب مدة 10 ثواني كهو. عليه؟ بعد يقول لك هاي مثال شحمد. حبيك مسكم وليد وتضحكوا. والله والله والله. قول يا احمد نقص يوم الحس لو اخي مالك تكمل معايا. هكذا يحكي البيع الساعة مثال. هكذا يصنع الطمع, جيبوا له في الافكار. بساند انت بساند. بتبيع انا نتخيلك نتخيلك بوعائلة ولدك تشدوا يتكيف بالسيجارو. ها؟ تكيف الدخان؟ اخرج عليا من الدار. بيكمل اللي في يدك وما عادش تتكيف. عايش على كل سلموا على المستمعين الكل. مرتي مرتي هكا تخون فيا, شكون الراجل هذا؟ تلمو حنين لاخر مرة تخون. لا 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 هكا لا. قول لي انت مازلت عندك اضافيات؟ تلمو حنين اللي حبه خلاها تعرس. اما لا بالحق نحب نقول في الجماعه اللي تفرج في اي اف ام تي في, معناها يتفرجوا فينا, لوك نبيل كلاب راهو برج وليا كي خزرت له حاس روحي قاعد في الكورجيني. والله هو اللوك والديكور الكل كما ورقه هذيك اللي ما تعرفيش شنو فيها, اما ديما يصحح فيها اربع مرات في النهار معناتها, وضرب تونس وكش شليغم. لا لا حاجه حاجه, قالوا لي عندك شليغم تاع معتمد دبا حاجه دوخه وحدد بجنبي رب العالمين. باش نبدا يلا مروان بسرعه. بصراحه نبيل نحب نقول لك حاجه, كان يطلع اللوك هذا وما عندكش رول عندي سيكياتر به. يلا سيدي نمشيو قبل فقرات البرنامج. نذكر انه على 31 380 ألف, ولا خليو لنا كومونتيراتكم. توقع نتيجه ماتش تونس غامبيا, واحد من اللي سجلوا الهدف 150 دينار للربح. تسويت اول فقرات البرنامج. Nouvelle génération. Everybody want to live together. Why can we live together? Tell me why. Tell me why. Tell me why. I can we live together. غردي يلا سيدي تلمي واي كالعادة. نعطيو الستاتيستيك ونقولوا علاش صايرة في تونس هذا بالطبيعة بفضل الله وبعد فضل شركة الوالد حنيشي جماعة كونسيل اللي حليناها مؤخرا بيان سور. 0.24% من التوانسة يا نبيل ما يدخلوش معاهم التليفون للبيت وقت النوم. 0.24% ما يدخلوش تليفون للبيت, ما يدخلوش اللي مشوريك اللي احنا مش ديما الأغلبية زادة نخدموا على الأقلية. 0.24% ما يدخلوش معاهم التليفون للبيت كي يجيو باش يقعدوا. ما عندهمش تليفونات؟ لا لا عندهم ويخليهم لبرا. عاش خويا راك تحكي عليهم رجال كبار
برك اللي تحكي عليهم فوق 90 سنه هو بابا تحيه له بابا يرقد بالتليفون معناها نحكيوا على رجل كبار اللي فوقهم اللي عمرهم 90 سنه اللي ميم با يسمعوا فينا توا في الراديو معناها راهو زايده تحيه لا من غير ما تعمل تحيه ما يسمعوش فينا وتحيه لهم الغالي ليديا الحكايه هذه ان فيت يعملوها باش كي تقوم الصباح ما عادش تضربك الساعه غير ربع ولا نص ساعه وانت شدت التليفون وما تقومش فهمت تو ديفيان بلو برودكتيف وتقوم وتولي بلو ديناميك وكل فهمت اما نتخيل المعد نتاعنا راهو غلط هذيك الدخان ما يدخلوش بالدخان البيت بيت النوم فهمت مش بالتليفون لا 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 هذه ستاتيستيك عملها شركه الوالد مش المعد هذه ما عندهمش فيها دخل والا المعرسين هذه توندونس جديده يا سينابيل نورمالمون انت خبره وتعرف يخليوا التليفونات في الصاله باش هكاك كي المدام تقوم باش تبربش تمشي للصاله تسمعها مش كيما يبدا التليفون تحت راسك تنجم انت حكيت على نبيل حكيت المعرسين اللي يخونوا اللي عنده تليفون يخليه في الصاله المعرسين كل يخونوا سمح وتليفون تحت بخاطر تيزي من التعميم هذا يا ولدي ورحمه قرده في قبرها هي. اللي شويتني ما تجوزش الرحمه عليها دونك غلط مريقل ورحمه بوب مارلي ومارادونا خويا وكرايف اخترت ناس تجوز عليهم بياسر تجوز عليهم على بالحق راه وريت المعرسين كان لقيت واحد ما يخونش راه مش في دير راه جوست ما لقاش فرصه لا لا انا مانيش معاك لا انا مانيش معاك معناها انت معرس نهار اخر تحسر كيم كارداشيان راس في زنقه عدي واحد بركه يا انت يا مش معرس انا قول لك وينك تروق تقول لها ديزولي عندي برينسيب لا لا يزي يا مان ها باش نعطيك انا يزي تغزر لي في عيني نغزر لك في عيني تاكل لك قلبك كيم في اول حاجه انا نحكي لك بالتجربه انا امشي قول نحكي لك بالتجربه اول حاجه انا حبيتها وعندها شكون وما خنتهاش لا ماكش نورمال انت لا مريض نسيلي قلت لي عليه مروان من بعيد لبعيد كيما حبيتها وعندها شكون وما خنتهاش ما عندك حتى دخل في العلاقه راك خنت انت ما خنتش ليش وحدك راك بعيد شكون تخون فرير اول حاجه نبيل ما يعرفش نبيل ما يعرفش لي انا الطفل اللي حبيتها خانتني مع راجلها يا ما كاريش لا يزي انت ياسر عممتنا الخيانه اللي قاعدين نعيشوا فيها في نوفل جينيراسيون فادلك يا تاريخ لا لا ياسر عممتنا الخيانه ما خطيبها مش مع راجل اي يلا اما وفي القلبي انا مش وفي القلبي عاود لي الاحصائيه 0.24% من التوانسه ما يدخلوش معاهم تليفون للبيت كي يجيو شرقتوا على خاطر عندهم خاطر عندهم بي سي مش على الكونيكسيون حتى على ديكمارا باز تابل دنوي عنده بي سي ولا تابلت حتى على التليفونات شنو على التليفونات تليفون معناه اتصال كذا مساج يا طارق هذيا معناتها حتى كي يمشي للوتيل 5 ايطوال ويبدا ماخو سويت ونورمالمون ماشي باش يتفرهد ويحب يبعد زعمه على الجوجمه والعباد وكل شيء يدخل معاها التليفون زاد نبيل تعقيبا على كلام العجيمي بنت لصل الصحيحه بنت لصل الصحيحه مهما يصير بيناتكم عمرها ما تعاود لمرتك ساعه باش نبداو واضحين اي باش نبداو واضحين سينو 24% هذيا نتاع 0.24 0.24 اي نحكيو على اقليه موجوده سامح ما يدخلوش معاهم تليفون كي بشرق لا سامحني حمقه ذو معاك عليه لا مريقل انا نحكي لك على 99.99% حتى كي يدخل تليفونه للدار راهو مود افيون وبخلاف مود افيون التليفون مكبوب على وجهه البلاره دي مالوطه لا عايش خويا سبحان الله تنجم تنسى مود افيون ولازمك تنحي لي نوتيفيكاسيون فلاش ياك اللي يخرجوا لك على الاكران وحدهم وي اللي بتكس ملاوينك بابا احمد العجيمي 0.24% دونك الباقي قديه 0.24% ايوه قاري البر الباقي قديه الباقي 99 احسبوا معاه اللي توق 76% صح برافو ربحت معنا فياقه ما تخدمش ترى ليديا 0.24% هذايا نورمالمون نسبه شحم في الدم صحيت فما تعقيب هو زادنا ستاتيستيك زياده على قالته ليديا قبيله على الناس اللي تكونكتك تقوم 98.36% يا نبيل ناحيه تليفون متوانسه ما يقوموا من الفرش كما يعملوا 35 دقيقه كونيكسيون بالله حلو عيني سامحني بالله سامحني على ذكر الكونيكسيون نحب نحكي مع لي زوبيراتور معناتها نتاع اللي قاعدين يستعملوا فيهم وكل شيء بربي كي نعديو 100 ميجا ينحي لي فالابل اموا معناها قاعدين تشدك صبحيه بالنبال صحيت شنو تو 100 ميجا 100 ميجا اموا اموا داري مو عقول انا صحيت معناها عباره نصيت رمي جمعه بربي بربي سامحوني مرحبا بك خويا تو انتم تحكيو 100 ميجا معناها مازلت فما ناس تحل 100 ميجا كهو سبوا فقراء معناها فما برشا فقر في انت قداش تستعمل باب انا 100 ميجا في الليل نكملها خاطر عندي دي سافير البر معناها مع كوريا وكل دونك نستحق كونيكسيون والعجيمي يستعمل 100 ميجا نستعمل 50 ميجا انا
طارق مروان هو فما شكون يستاهل راهو يعدي 100 ميجا ويدخل ديريكت لليوتيوب يستاهل هذاك سامح. اه وي باللي على ذكر هذا يمشي يجري ديريكت لليوتيوب. ما نعرفش علاش كيجيني المساج نتاع راه مازالك جوست 70 ميجا يا خويا قداش يوليو يحليو لي الفيديوهات اللي يعرضوني الكل ممنوع مرغوب نولي مع نهبل الفيديو الاولاني اي حاجه نحب نشوفها كيما الخيانه بالضبط صحيح. تبداش فيديو قديمه انا عارفها متفرج فيها 200 مرة نقول بالكش عملوا لها مونتاج جديد اصلا مرغوبك نعمل طله خلينا نعمل طله برسمك تعرفهم الفيديوهات تاع التايوانيين اللي يصطادوا في الحوت في الطبعه بالليل انا يزوز تعرفهم انا عارفه كل اللي نتفرج فيهم يا خويا ممستني لا وكنت تقعد لك 70 ميجا بالزهر تعرضك الفيديو اللي تحب تتفرج فيه عندك 4 سنين صحيح ومعارضتكش وطاردك بالزهر في اخر 70 ميجا انت ذي تعيشها ولا الكل نعيش انا انا ما عشتهاش مروان عشتها شنو عشت انت فريد كل حاجه انا ما عشتهاش ديما مختلف والله انا في الراديو صدق بالرسمي انا حقي كل... نحكي في الموضوع كل ما نعدي نهار مع طارق نكتشف اللي هو ماهوش كيفنا جمله عبارة ماهوش سي دي فيرج لا لا عاشت فولا كيف سي دي فيرج لا يحب كيفنا لا لعب كيف ما عمل حتى حاجه كيف حتى حاجه ترى ليديا كيفي ترى انا ليه باش نحكي لكم على كيفاش تبدا تستعمل في الكونيكسيون معناتها وحل فيها فتريه ومن بعد تفيق بروحك اللي انت ماكش مكونيكتي على الواي فاي بتروجي وتجيك النوتيفيكاسيون أسوأ احساس بالكون هذاك شكو انت مروان ساعات كي تبدا شك في الكونيكسيون وفيت ولا تجرب هذيك تبعث صباع روحك تشوف فيها يتبعث ولا انا ذيك ديما نعملها عمري ما نبعث صباع روحي نحترم روحي يا نبيل كي تشوف قداش حاكي مع روحي حاجات والله شيخ اسمعني ونجاوب روحي فما قداش خليت فيوت الروحي يا طارق اصلا بالحق هذه عامل فيوت الروحي عامل فيوت انا نحكي فيه الموضوع علاش فما مساج يجيك اخي من المساج اللي يجيك راه تخليك شيك هكا نتاعي وصاحبك يقول لك باللي بارتاجي لي انترنت انت تبارتاجي له ميم با 5 دقائق يجيك مساج راهو فات تكرو بالوقت هذاك اللي ولد حقد بين العلاقات فمك الكذبه اسمع فمك الكذبه والله من الميسنجر كهو ما نخرج جد عليك هذايا من الميسنجر ما تعملش مساجات وفيوت الروح اركو لا لا انا عندي دو كونت ما نعملش بتعملش فيوت انا عندي دو كونت عندي دو كونت هكا كونت باللحيه ديما انت تبعت روحك مساجات ولا يا احمد تبعت روحي مساجات ما تفكرنيش بالله متغش على روحي على الاخر تعمل فيوت روحك من بحال المساج بالله انا عامل فيوت روحي اكثر من عاملهم بلطي فيا ليلي في يلا سيدي مواصلين معكم حتى العشرة متعليين نذكركم انه في الكومنتريت وعلى 31-380-1000 كلمونا توقع بنتيجة تونس وغامبيا واحد من اللي بسيشاج لغدوة لانه برشا هدف ان شاء الله للمنتخب التونسي فاصل صغير ورجعين معكم في نوفيل جينيراسيون يفهم احلى راديو يفهم نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي 9:23 دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا منهم يا مريم اليونسي تقول عيد ميلاد سعيد لأمي عيد ميلادها اليوم كل عام وهي حية بخير وإن شاء الله ربي يخلي لها الوالدة بتاعها على يميني مروان بوزيان مونغاتي مونغا سور انا زيد نحب نقول هابي بيرثداي لصاحبي وخويا وخويا خويا برشا رمزي الجمني شهرة اوباما اليوم انيفرسيرو اوباما اكيد تذكروه خاطر وقتها استدعانا في سيدي بوسعيد مدام اوباما دونك هابي بيرثداي تو هابي بيرثداي بنكي هابي بيرثداي هابي بيرثداي اوباما شفتك بكول نكملوها عيد ميلاد عيد ميلاد فيسا حاب نقول له صاحبي بنكي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وان شاء الله 2022 يكون عام نجاح والسكسي والفلوس والصحه برشا مستمعين هذولي مولدين في 19 جانفي نقولوا عيد ميلاد سعيد الربيعة بالحاج عيد ميلادها اليوم يقولوا لها اولادها اشرف المناع واشرف مناعي ولدها يقول لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وهي حي بخير زاد عندي واحد عيد ميلاد سعيد يلا سيدي للعشرة يلا عيد ميلاد سعيد اوباما وام مريم وربيعه بالحاج معنا ليديا العسلي على شمالي هلو هلو حطينا باش نقول ليديا عسلي عيد ميلادها لو 7 اوت كل عام وهي حي بخير امور احمد عجيمي
فما طفلة اسمها رطوبة تحب تقول لمروان قد يقول مروان المقدمة متاعك تعجبني على الاخر حتى نبرة صوته تهبل شي لقبة شي لقبة خنسلموا عليها رطوبة صغير يلا نبيل بن مسمية بوناسيرا توتي كومي سيكاما كويستا راجاتسا رطوبة صغير رطوبة بلي تارق على ذكر المستمعين اللي تابعوا فينا على الاخر في نوفيل جينيراسيون فما علي بن سليمان متابع وفي بدرجة غريبة برشا يتبع مايراتي حتى حلقة يعرف ساعات صدقني يا تارق يحكي لي دي ديتاي انا بدي ننساهم في الحلقة وعدته بحاجة هو سنة يعدي باك ويحبنا يحبنا يكيب كاملة الكل ويسلم عليكم الكل برجولي يا تارق خذيت قرار وحدي ما غير مشاورتك وعدته وقلت له كان تاخذ الباك نستدعاك تجيب حذانا لهنا لستوديو نوفيل جينيراسيون وللأسف عليه القرار ترفض تو تسويت القصب يا علي ما تصدقوش ما تصدقوش ما تصدقوش يا علي الشر ما فهم حاجة ليشونتيه أما اسمعني القصبجي تارق حنين صحيح اخويا مرحبا عيشوا عيشوا فقراء عيشوا اي في المدام وجه مروان ليه هو مروان قال له كيك خاطر يعرف الشيخ الباك لا 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 ربي لا غردي على في بالكم طارق اكثر واحد يحبوا يبركيه والعباد خاطر ما يشكيش حنين يا اخي انا لدرجه ماني حنين فم واحد بركاني جبته معايا كرونيكور مش كيتش معاه والله هكا بدات العلاقه صراحه علاش اقول قلت لكم تحكيش يلا من فقره فرديه الى فقره جماعيه القصبجي عقوبه لمروان بود زين سامحني ثم رجعنا العقوبه حتى 6 فيفري نهايه الكان يلا مروان اول اكستري اول اكستري عندك انت تعقم بابا وي بيزور الفو 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 على السلامه ومرحبا المعقم هو شيء المعقم اسمه بريفنول 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 جيل ديزانفكتون دونك طارق عسلامة مرحبا بكم في القصبجي اليوم طارق باش نسمعكم أغنية باش تعجبكم برشا وتو نحكي لكم علاش اختارت الأغنية هي يلا نسمعوا الاكستريم تاع مروان خرج مزاروني بين الطبة والخلاق جولدن كيماروني عندي مخ ومظهر لايق ما بدتش نومي عندي صحابي رجال مفيق ما تبننتش نومي خاطر نحلم وانا فايق نعم مخي في الفلوس اي دونك كانت هذه البيت اي لي ديما نقول لك يا طارق يعجبني برشا عليه على خاطر ديما يعطي موتيفاسيون للليجون الكل وديما بعد ما تسمع الاغنية حتى كان قاعد تريفز قاعد تقرا ولا تخدم ديما تعطيك شانس وانك انت باش تنجح في حياتك دونك شوفوا احمد العجيمي شنو اختار باهي الرساله اللي عملتها مروان وبرافو عليك كله كله انرجي الي انا ترى اخترت اغنيه باش نهديها ليدي عاصلي اي سي لو تون سي لو تون انك تهدي لها ولا الاغنيه اسمها سي لو تون لا الاغنيه ذي معناها سي لو تون ولا سي لو تون شو سي لو قول لي تعنيه ولا انا نتحداه يقول لي اسم الاغنيه والله 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 لحظه وريك مستمعه قاعده من تيلي في تاكسي تو مروحه في اخر نص ساعه قبل كورفو مستمع قاعد القدام بحث التاكسيست بيه التاكسيست بيدو شبيه يعني الاغنية هذه تعنيه وكلهم سمعوها وفي فترة معينة من الحياة أثرت فيها كرهبة تجري وغدرها الفو وقفت تو يعنيها ولا الله يرحمه لطف سيس وراحكم كيسيت واسمه مكسريح بالعجيب مش طارق واحد ما بكاش على الاغنيه هذه قديش الاغنيه هذه جايه من عند احمد العجيمي مش مؤثره الجمله خليه جوست لحظه جمله جمله لحظه برك ليدي خليه يكمل التعبير نتاعو على الاغنيه فماش واحد ما بكاش على الاغنيه هذه كملي كملي فماش واحد ما بكاش في وقت معين على الاغنيه هذه وطارق علاش ليدي عندها قاسيه وتقلب بالدرجه هذه مروان ما فهمتش ماذاك علاش ما يعرسوش والله غير ياسر قلبها قاسي برشا عبد العزيز قاعد بعدين والله والله احمد ما غير ما تتغش أبار صرخة وبتحدى العالم إيش تعرف أغنيات لصبر البيت هكا توا برشا أغنيات وليت الغول سيد الريف شوف الانديسة ذي بالنهاية يضحك نفي شوف الانديسة ذي برشا أغنيات عندي برشا أغنيات برشا برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل أغنية سيد الريف يا سيد يا سيد جينيريك هذيك إيه أغنية بي نسمعوا الاكستريم تاع ليدي العسلي زادا اي باش نصدمكم يلا سيدي نسمعوا الاكستريم تاع ليدي اي تترجى فيا تبكي عليا مش ممكن يوم هقدر اسامح تترجى فيا تبكي عليا مش هنسى يوم اي سيدي
خالكم في الصدمة، عمركم ما سمعتوها لا في ستوري متاعي لا في 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 حتى شيء معناتها. جيني مساج من مصطفى البحيري احمد العجيمي، قال لك انا تاكسيست وما شملتنيش الاغنيه اللي حطيتها انا. يحكي غريب بتحدى العالم. وقال لي زاد بحذايا راكبه التالي اسمها حميده اليانوبلي، قال لي زاد قالت لي ما بالزهر. قال له انت تاكسيست وتحكي مع حميده اليانوبلي، مراه مش عيب عليك يا اخي معاها التالي علاش تحكي معاها؟ ما نحكيوش احنا ما نحكيش معاها، دور الترفيزور عيب عيب السرجال سيرتو دار اليانوبلي. يلا سيدي نقصوا على المقاطع شويه، ناخذوا تليفون مروان بوزيان من الناس اللي باش يربحوا 150 دينار توقع نتيجه تونس وغامبيا. واحد من اللي في سجلوا معانا مدام زكيه تبع ذولي في الكان. اهلا وسهلا مدام زكيه. مرحبا بك يا طارق. مرحبا بك. ما معايا طارق ولا حناشي؟ كان كتب معك طارق حناشي. مرحبا بكم من كل الحييكم يا طارق. انا امكم زكيه عمري 60 سنه، نحبكم برك كل ليله نسمعكم. عايشك. اول مره تدخل معانا مدام زكيه؟ والله مش اول مره، ما ديما انا يا سام نحبها وفيها، اما مره شاركت معك طارق ولدي اي وربحت معك وقتها 200 دينار اي وقتها نذكر وقتها معناها قلت لي على السؤال على شو اسمها هذيك ميا البصوري عامله معناها الكتاب. اوكي يا ربي الحمد لله. كيف امي معناها تحكي لي امي هيا بي وحييكم الكل. مروان بدنا نحبه برشا. كنت مروان يفضلك وليندا محليه وقت اللي قبل ليديا ليديا مروان العجيمي ونبيل كل يسلموا عليك ونبيل جدي حتى نبيل مرحبا بيا مبرب يا طارق قل لي سامحني قل له اللقب نتاعك بالمسميه معناها تشرفوا بيك قل له مش كذا هلي معناها من شركه شفاقس من عقارب اي عقرب بتريكي بالضبط. هاي انا خاطر ثم شكون نعرفه غادي عائلة خاطر الرجل عائلة فاضلة اشترنا قلابة ولا لا عمي قدمنا في الزيتونات. يا نبيل ما شاء الله عليكم الساعة عندكم كوادر كوادر كوادر. انا رجل يرحمه كان في الديوان الله يرحمه عنده سكول غادي تعيش وترحم اما انا نعيش واحد طلع ولد عمي هادي بالمسميه ولد عمي سيفري في الديوان اما ما يقبلش رشوه خسر فرانك ما يحبش يخدم. انت تتكلم فينا من عقارب مدام زكيه؟ ايه منين تتكلم فينا مدام زكيه؟ كم مازلت ساعه تتكلم فينا؟ مشيت مدام زكيه تكلموش عملت لها شيء التعويذه اللي عملت؟ عندي دعاء سفر نقولوا تقصد ربي تسافر لو ترجع معنا مدام زكيه ولا تليفوني داخل من نص ساعه. هيا هيا بسم الله. يلا منين تتكلم فينا مدام زكيه؟ يا زاك محليك الو منين تكلم فينا مدام زكيه؟ اهلا وسهلا. ليلي انا نورا. مدام نورا. مدام نورا يا ذولي دخلت معانا قبل برا اسالني ساعه برا ساعه برا ساعه هات ايه منين تكلم فينا منين تكلم فينا مدام نورا؟ اي عاد مدام نورا وين تكلم فينا؟ انا مشكله يذولي في التليفون. رجلوا التليفونات مليح كملوا القصبجي ثم ناخذوهم الكل. يلا الاكستري نتاع نبيل شنو الاكستري نتاعك باش نمهمشك موزيكا باش نصدمك نعمل لك شوك تو باهي سيدي الاكستري نتاع نبيل. يلا اميرو في الخراج اي كاميرا اقرب من اللي حسبته عزيز علي اي قلبي يبرد من نص الليله ذي الفا 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 عز الناس نبيل بعد ما راوك في الكاميرا تسال في شكون يغني قول لنا شكون يغني ليه قال لي في التليفون قال لي نورا الفا عز الناس نحكيو في حاجه اخرى هكا على اسم المدير العام لو بي تي عاد تعدى معاهم في جودي تو يعرفوا اصحابه كل شيء تو هكا اديني ثلاث اغنيات للفا يلا الفا عز الناس كتيبته بنينه مزيكته باهيه حفلاته ناجحه ولله الحمد انا نحبك برشا الفا ما تسمعش الكمام يسحبوا يعملوا لي معاك باهي رجعت معنا مدام نورا اهلا وسهلا على السلامه مدام نورا عسلامة سيطار منين تكلم فينا مدام نور؟ من حافوز. من حافوز سلموا عليك انت والناس الكل اللي يسمعوا فينا من حافوز متابع منتخب ماتشوات منتخب ولا الفترة الأخيرة؟ هاي متابع. شكون مدرب المنتخب؟ الكباير الاسم شناية؟ مش منذر هو منذر الكباير باهي برافو مش هذاك برافو مش هذاك السؤال هو توقع غدوة نعرفوا بالطبيعة باش تربحوا ليه شنو هي توقعك لنتيجة الماتش؟ 2-1 2-1 لتونس ولا الجامبي؟ لتونس. لتونس شكون واحد يماركي لازم النتيجه واحد يماركي. المشكله كلهم كمان المغربي ما يعرفش ها؟ قالت لك المرضى كلهم بالكورونا. الخزري ما يلعبش. فما المساكني يقولوا المساكني انا اسمعوا خاطر سمعت كلهم بالكورونا وانا نخدم العشيه ما عرفش نسمي لك شكون فما وانت اختار منهم هاي سمي لك كرب عندك المساكني الجزيري رفيعه بن سليمان هذا الهجوم بن سليمان والمساكني بن سليمان واحد برك هاي بن سليمان واثنين واحد ان شاء الله يكون من نصيبك ال 150 دينار مدام نوره
قل لي سامحني بالله نحب نلاحظ ملاحظه سامحني عاد ولا ليه بالطبيعه نسامحك لاحظ ملاحظه اسمعني أي. تبدي وطويته تقريبا أي. وربع وربع أي. ثلاثة وما ذات إشهارية أي. وغنية وأنا أي. راسي مكسر من غنية حب تسمعها نعم الغزالة رايقة وطبطبة وزيدوا طبطبة اسمعني المرة الست نسمع فيكم ما خلصتوش ما خلصتوش شيء مخلصتك عندهم حق ما خلصتوش إشاعات نخلصوا مرة في العام جولة إذيك إشاعات يخرج فيها أحمد العجيمي يخلصوا اسمعني حاجة أخرى حاجة أخرى علاش باش ما نقولش حاجه اخرى علاش تسلموا على ليديا قلت لها بعدك انت ما دخلناش حتى امراه سوليداريتي فيمينيه يا مدام محليك حناشي جيب واحده لقبها الحناشي زيد من عائلته لا لا مش من عائلتي لا زيعاد واحمد العجيمي خرج مع واحده ايوه يا بابا مدام محليك تذكرها لا بيانسون مدام صفاني مدام صفاني من القروين اللي كلمتنا من القروين ظهر لي اخت باباراتزي برافو مدام نورا نجحت انك تفرق بيناتنا توا التليفون حاجه اخرى بربي اسمعني حاجه اخرى فاضي فاضي تحلفت نهارات الحلقات ما نعرفش من اللي جاي واحد هكا يبدا اسمه بالكي قتلك قال لك ملي جيت سيادتك نبيل فما بعض الكلمات نحيوه انا كلمه اش بالك فما شكون يرام غشه ولا حاجات اولا الخيانه وما جرى الخيانه مش 18 ثم البارح البورتابل واس الاربع هذا مروان هذا مروان هذا مروان برافو مدام نور مروان ركح روحك يا بابا صحيح برافو مدام نور هذا اللي نباتوا عليه هنا ميرسي بوكو ان شاء الله يطلع صحيح ميرسي بوكو مدام نوره من حفوظ تصحيح الناس الكل يسمعوا فينا غادي نخدموا بليك سريم تاعي من القصبجي ونسكروا القصبجي يلا كلام مدام نوره حكيت تخلصوا حجيش ديريكت ليه حكيت كلموني خدمه ما جيش بلا عندك شي لنجيت عليه العرق ما عادش نجم انا عرقتك مدام نوره مدام نحب نقول لها مدام نوره ديزولي وسامحني وراو ابريتو احنا نعيشوا بكم انتم لي زوديتور وهي ولي كومونتير وملاحظاتكم رانا ديما ناخذوهم بعين الاعتبار ميرسي بوكو نرجعوا للنوفيل جينيراسيون هذه كانت شنو هذه كانت قصبجي اليوم نتقابلوا بعد نقابلوا نهار الاثنين الجاي ان شاء الله ان شاء الله يلا سيدي القصبجي عندنا تليفونات مازالوا ولا ناخذوهم بعد شويه للناس اللي شاركوا زاد عندنا في الكومنتريات نجموا يكتبوا توقعاتهم ماتش تونس وغامبيا غدوه 8 متاع الليل ان شاء الله المنتخب يترشح ناخذ توقعاتكم ساعه انتم نشوف قبلكم مريم بوزيان والله يا كان سهل ربي اوكي باش نخرج اغنيه كيما قالت مدام نور عندك الميتون لولاني باش نماركيو نحنا لولانين من بعد دوما يرجعوا دوزيام ميتون باش غامبيا تعدل ومن بعد في الاخر نتغسروا مروان النتيجه كامله 2-1 مروان 2-1 بشكون يماركي انا 2-1 والمساكني لحظة عاد انا نقول 2-1 ويماركي شكون اللي سميته من بكري مع المساكني ساكني رفيعة جزيري مجري رفيعة باش يعمل مفاجأة كبيرة غدوة رفيعة ماركي بالراس انا قلت المساكني خاطري ستوريت وهبط لحديقة حيوانات كان في الجو ظهر تنفس نتيجة وتفرهد نتيجة 2-1 2-1 كلها 2-1 احمد العجيمي تونس وشكون هاي انا راجع لك احمد العجيمي معنا نزيها بالتليفون اهلا وسهلا مرحبا خويا طارق مرحبا بك انت ومروان ونبيل وليديا واحمد اللي يخدموا في اي اف ام الكل عايشك مدام نزيه اهلا وسهلا منين نتكلم فينا قفصه البيه مرحبا 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 في بالك هات شوفوها تبع فينا ولا شكون من الفريق من قفصه انا مروان بوزيان ولا مروان بوزيان بالله غيروا لي ليه بالتليفونات غيروا المشكله منه مش من الخيوط دونك بدلوه يمشي غيروا في الليكيب غاديك بيه مدام نزيه تسمع فيا تسمع فيه مدام نزيه دوك مروان هو منين الساعة من قفصة بالضبط منين يا نزيه مكسر بلد سيف عمران احمد العجيمي شنو توقع متاعك لو تنرجع على التليفون برنامج حق تونس وشكون برنامج تونس وغامبيا غدوه ثانيه متاع الليل حاب نشوفك شو تعرف ولا تونس وغامبيا طارق اي شنو هي التوقع متاعك احمد العجيمي تونس وغامبيا التوقع متاعي باش يصير بونتو فما بونتو فما بونتو اي فما بونتو اي وانا متاكد باش يصير بونتو فما حكم باش يظفر باهي 90 اي باهي باش نسالك نسهلها اكثر باش نوصلوا بينالتيات ولا لا لا يدي فماش بنالتيات توقعك النتيجة نتيجة برج ولاية تونس رابحة يقدي سكور سكور قديه كما المغربي انا نبيل اي نبيل اي 2-0 بونتو الجزيري بونتو واحد من قبل كتر جول تطلع هذه صحيحة تعملوا لي قبة خضراء وقاج وشمع ونقص ربي بشوية جوي يلا رجعت معانا مدام نزيها
الو عسلام. موجودة انا من بكري موجودة. باهي مدام نزيهة، شكون مروان قلت لي من بلادك هكا ولا؟ اي مروان. عسلامة يا نزيهة، شنو احوال القفصة بالله باش نسالك؟ بجاه ربي تصلحوش الكياسات من 2011. لا لا وراسك لا صار شيء. ما خممتش الجملة بالله. ما زالوش الكمين يتعدوا من وسط البلاد ولا نتاع الفوسفات؟ اي يتعدوا معناتها شيء مقصوص. شيء ما تنساهاش هذه، شيء ما تبدل يا خويا. شادين صحيح يا خويا. اما ما يسالش، خلينا توا في الجو، غاد خلينا في الباجه. قول لي شنو شكون تتوقع غدوه يماركي؟ هو قداش النتيجه؟ انا لو كان كنت نسمع، خاطر انا من صغرتي نتبع كوره. ايوه اي ومن صغرتي نتبع كوره، وجمعيتي المكشخه في الاصل والمنتخب. والقوافل والقوافل. لا لا المكشخه قبل كل شيء. انا تفرجت في ماتشات اللي تعداو تاع المنتخب مدام نزيهة. اي تبعت. اي باهي. شكون رئيس الجامعه؟ وديع الجرية. الله ايه ريت البيدويت سبونسوريزيك فاش نفعو. عمالة وينك انت؟ هذا وديع انا عمالة. بيه شنين توقع الماتش وشكون يسجل؟ اي والله نقول 2-1. 2-1 زاد انت، شكون اللي سجل؟ والله انا نتوقع الجزيري. الجزيري، شو اسمه الجزيري؟ سيف الدين. سيف الدين. انت اقرب للواقع. تحب تحصلها وشير اقرب للواقع. توقع مدام نزيهة. مشكورة مدام نزيهة على الانسان. عندك على شكون تحب تسلم؟ والله يسلم عليكم انتم الكل، سلموا على اسمه في اي اف ام الكل، ونسلم على دارنا والناس اللي يحبوني ونحبهم الكل. شكرا مدام نزيهة. مازلنا ناخذ تليفوناتكم على 31 380 ألف. كل ما فما تليفونات قولوا لي شبيبه ناخذهم في المباشر. جاني مساج من الناس اللي تفرجوا في الاي اف ام تي في، احمد العجيمي، كريمه الينوخلي قالت لي بلي قول له يسيب المعقم ويركز. احمد العجيمي، خاطر انا شريت معقم حبيت نعمل بيوب. اي نشجع اللي يتفرجوا باش يعاقبوا. بون. اي انت فهمتني بالغلط. يلا سيدي نتعداو لو كان مروان بوزيان تو سويت. يلا سيدي تو سويت نمشيو لو كان. لو كان لو كان وضعية جميلة يا نبيل بن مسمية. لو كان الصفات، الصفات اللي نتمتعوا بها الكل تولي تتباع، نجم تشري بالمية جرام، تشري صفة معناها، نجم تشري هي فورفي تشري صفة، ما نعرفش حنا يا صدق كذب إلى آخره. شنو هي الصفة اللي تاخذها؟ نبدأ بأحمد العجيمي. الصفة اللي ناخذها، الصفة اللي ناخذها ماكش حاضر. نبيل اعطينا صفة كان عندك تحب تشريها. أنا عندي دو بوان. صفات اللي يتباعوا ونشريهم. باش نعطيك الصحيح. عندي دو بوان. أول ما يتحل المرشي الساعة نتاع البيوع، أول حاجة باش تقطع درج لعبة هي الرجلة، الساعة على خاطرها مونك على الآخر. دو أون. دو دو، أنا واحد من الناس كان يولي عندي أوبسيون تاع شريان نحط فلوسي كل في الشحة. نحب نولي مشحاح. نحب نولي إنسان جلدة يابس. دونك الصفة اللي تشريها هي الشحة. الشحة خاطر فلوسي كل مشيت في القطار. معناها على أساس أنت هذا على أساس أنك كريم برشا. لا مش كريم، انا كريم مع روحي ياسر معناها. يعني عادي انا فوقي 200 ألف، نمشي الباتيسري من غير ما نسميها نحطهم الكل ونروح، ما عندي حتى مشكل. ولا نمشي للقهوه ولا قبل ما نسمع وراي اللي لابس به برشا. خاطر الصوت نتاع انسان مثخن برشا. احمد عبد نسالك هذايا الصفه. أي. ما قلت انيش تتشرب تتاكل. معناها كيفاش باش تكون بالضبط الصفه تملكها؟ معناها كيفاش باش تكون الصفه هذه؟ معناتها نجم تولي عندك الصفه هذه. احمد العجيمي، فرضا انت باش تشري صفه الحب. شو اجي نزيدكم حاجه نبيل. الصفه اللي تشريها نبيل دوما يوفى معناها الفورفيه نتاعها، كي الفورفيه 100 جرام تزكتي. اي توفى تتنحالك، فهمت؟ جمله. اي فرضا احمد انت شريت صفه حب وقدامك ليديا قاعد تعبر لها لحبك. خذونا في الشاشه احمد العجيمي وليديا بيان سور، وانت قاعد تعبر لها لحبك بعد ما شريت فورفيه. قداش يقعد شويه بركه بعد الثواني تو نكلمك انا نقول لك راهو فيه الفورفيه كيما 100 ميجا اموا. نبداو. اي يلا سيدي ليديا، نحب نقول لك انا نحبك. احمد حتى انا نحبك برشا. نحبك على الاخر ليديا، ياسر نحبك. ملي دخلت لي فاهم نحبك من اول مره ريت كفايه. انا في بالي بيك ملي بديت الكارير نتاعك الفنيه، مش حتى دخلت للاي اف ام اللي تعرفنا على بعضنا. وقتها بديت نخمم فيك، اما بعد وليت نحبك بالحق. حتى انا حبيتك من اول نهار اللي ريتك فيه احمد بالحق. فوتخ فورفي اي ديبويزي. ليديا نحبك تبعد من قدام وجهي. رجلة حياتك كيف نحبك جرح ليديا. حتى انا قصيت فورفي كذبك اهو. ستر عليك يا مشعشت يا مشعشت يا مشعشت. مروان بوزيان، والله انا تعرف على اللي قاعد السعاده نتاع نبيل عمري ما ليت. اي لازمك تشري صفه اونتي شماتا. اي عندي عندي برا. اي برا. اي تارخ على وضع البلاد وعلى اللي قاعد نعيش فيه. اكثر فورفين نحب ناخوه هو الصبر.
باش تلقاني ندور ونشري في الصبر واكيد باش يتقطع الصبر وباش تلقاني ندور نشري فيه في النوار. شكون اكثر انسان كي تقابلو عادي تلقاني انه بعد ما ثلاثة نلوش في شكون اخيت في النوار نشري صبر معناها عنا مسخون. شكون صبر صبر شكون اكثر انسان في حياتك موجود كل ما تراه تقول يا ربي صبرني يا ربي صبرني. يا مروان يا بيه اهلا بسيل برمقلي هكا تنسى تنسى البرمقلي هذا هو بالذات انا باش نبدا تحكيوا على الصفات تحكيوا على الصفات والبرمقلي حاضر انا اللي متربي في الربط ونعرف اش معناها تبايع وصفات تبايع والله مفماش من خير من الكرم انت والله تبايع انت تبايع انت يخليك يا باب عايشك ولد شكون انت شنو هي الصفه اللي تاخذها سي برمقلي هكا الحمد لله حرمت منها في الثمانينات في السبع انت قد عمرك سي برمقلي 84 سنين شنو هي الصفه اللي تحب تاخذها الصفه اللي نتمنى تكون عندي القلب القاسي خاطر القلب القيق برشا حنين ياسر اي كمل احكي برمقلي وبلا ياخذونا المساند الرسمي نبيل مغادي الجمهور برشا نحن برشا نحنين برشا حنين ياسر حتى البيك توفى قدامي بكيت عليه وباش حامبة شكونهم شكونهم الناس هذوما اللي يهزوا دربويات هكا الرجله هذوما نسميهم ما تبقاش في الرجله سي البرمقلي تخول خلي تردوك سي البرمقلي الناس هذوما اللي مثل فيهم نبيل توا اللي مش يتفرجوا فينا شاد دراب وتونس هكا توا مع شكون يخدموا اكثر هكا في تونس موجودين هذوما يخدموا مع الناس الكل مع الناس الكل ماشيين مع الماشيين وجايين مع الجايين زعما الناس الكل زعما مع ليديا قول لي انت مع عبير موسي تصور يا حي هذاك ناخذوا ليديا في الصفات نرجعوا ليديا انا في الصفه كان كما قلت انت 100 جرام ناخذ 100 جرام لوس نعم بها كويس تي انا وسي البرمقه الله وشويه كعك ورقه بالنسري انا وسي البرمقه الله حي وش كب هذا اسمع للبي يا سي مروان بوزيان شنو الصفه اللي تصورها باش تقطع زعما والله يا طارق اي من نامبورت كيل صفه اي صفه اللي باش يقولوا راهو ما عادش فما منها برشا دونك كيما بالضبط صفه مثلا نحكيو سميد يقولوا راه ما عادش فما سميد دونك تلقى تونس الكل تحب تشري سميد اي صفه يقولوا راه ما عادش فما منها برشا باش تلقى الناس هابط عليها الكل ليديا انا ناخذ صفه النفاق خاطر قاعدين نعيشوا في عالم ياسر صريح وكل العباد الكل محليهم الكل ولذا الحاجه اللي نقصتنا ناخذوا الحاجه اللي نقصتنا اللي هي صفه النفاق في تونس واضح احمد العجيري طارق انا من رايي كل واحد فينا يعطي صفه للاخر خاطر كان باش تختار انت صفه لروحك باش تعطي مثلا كل واحد فينا مثلا واحد يعطي نبيل تعطي لمروان يعطي لطارق فهمت انت شنو هي الصفه صفه تحب تاخذها كي ما فماش منك تحب تاخذها كي باش تعيش بها مع الناس اضمار القسوة طارق القسوة عليه هيد شوت خاطر طارق القلب الطيب برشا والرأفة تضرك انت فهمت خاطر تعدي عمرك تخمم على الناس وحد ما يخمم عليك تعدي عمرك الكل تخمم على وجهة الناس وحد ما يخمم في وجهتك طارق نحب ساعات ما نحسش نحب ساعات كي نرى عبد هكا انسان كما تقول انت ما عاش نحب نحبش نحس بيه مروان فهمت نحب تعفس على قلبك مره نحب نعفس على قلبي نحب يكون قاسي من كثرة ماك طيب تحب تشري 100 جرام قسوة 100 جرام قسوة نحب نعيش ربع ساعة قاسي ما نحسش على الناس انا قطوسة انا نحس عليها طارق قطوس تصورت انك تحس بقطوسة مش حاجة غريبة هذه حاجة لازم انا فما بالك بشر ان ليديا حس بها كل يوم طارق علاش حس بها ما نزلش قل شي اللي يخليك تخمم في ليديا امبارح بعث لي مساج احمد قلت لي كل ليله نبكي دم على ليديا عليه دم عليه حبه تطر سامع عندها بايا زوز فيليت في المرسى يحب يضمن على حياته حقه يا خويا يا خويا حقه اسمع انا نبيل يقتني كي نحكي انا على ليديا عندي عنده ريفليكس يعملها احمد العجيمي لو انت مثلا باش تعطي صفه ليديا شنو تعطيها؟ ليديا نعطيها صفه الجمال جمال جمال داخلي جمال داخلي جمال داخلي لا جمال ليديا تبارك الله مزيانه من برا ومن داخل اما نزيدها جمال نزيدها جمال جمال زابي نسلم جمال دين الامام نزيدها جمال صاحبي جمال والله مقارب مروان اي نحكي اي نحكي في الموضوع مروان لو صفه تعطي لي ليان والله خلينا نحب نعطي الغنوشين تحب تعطي صفه الغنوشي هاني جايك للسياسيين لحظه برك حبي يربطنا لحظه برك نجيك للسياسيين مروان ليديا صفه تعطي لي ليان ماذا بيك تولي نكر 10 ماذا بيك يسري يسري ربي لحظه خاطرك ترى بي دو ان ماذا بيك ترتاحنا من العجيمي هذه دو ان نخاف لنوري نكر 10 نطردك انت لا 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 ما تخيل اي قلبي والثانية ماذا بيك تولي تنسك العشرة متاع اماني فهمت وترتحنا منها خاطر احنا صايم احمد العجيمي عندك صفة تحب تعطيها لي ولا مروان ولا صفة نعطيها لمروان مروان نحن نعطيه برشا صفات طارق
مروان اسمعني حاسو فيجيرون خالص اي خالص اليوم خالص اليوم خالص نبيل لا نبيل ملي بدل اللوك ولا شميتي دبوس قبل يعمل لي يمشعشت مروان بوزين يلا سياسيين لو ياخذوا صفات مثلا نبدا معاك قبل ما نرجع للتليفونات وتوقعات المنتخب بعد شوي ناخذ معنا غفران عنا في التليفون على ما يبدو مروان راشد الغنوشي والله طارق سولون الاحصائيات اللي قاعد نشوفها اخر مره يقولوا انه راشد الغنوشي عنده صفر ناس قاعده تساند فيه صفر بالمية صفر بالمية دونك نحاول نعطيه حتى 100 جرام قبول حبه الرسول به صلى الله عليه وسلم عبير موسي شنو تعطيه برجولية سيبني من عبير موسي انا سمعتها تحكي على قيس سعيد أي. قالت حبي حطنا احنا والاخوان جاية في نفس السلة اضحكوا انا اضحكوا باللي معناتها يحب في الاخر انا احنا وتسيترا والاخوان جاية كلنا في نفس السلة نحب نقول له اللي رانا تسيترا رانا احنا من سن في اخر يا بابا اما نحب نجاوبك اللي راهو يا مدام عبير موسي راهو قيس سعيد ديما يحاولوا وانه مثلا يحطوا رواحهم مع قيس سعيد معناتها الفيزا كيما قبل النهضة النداء اي صحيح الجوش الدروات قيس سعيد ما حب مش قاعد يسمع فيهم مش حاسب مش حاسب دارو ما فماش قيس عبير قيس سيف صحيح. قيس غنوشي فما قيس والجماعة في نفس السلة ما قلتهاش اما فهمني تعطيها وسع البال قيس سعيد الصفة اللي تعطيها رئيس الجمهورية قيس سعيد والله شوية درجة 100 جرام درجة 100 جرام درجة صدقني ما رجع لك القرطاس كيما هو به سيف الدين مخلوف اللي قول له الحمد لله بتبيع لي اللي خرج من السجن كفارة سيفون 100 جرام شنو 100 جرام سكيت يقصار 100 جرام سكيت صمت يا خويا شكون هذا سيف الدين مخلوف صمت انتخابي حاب نقول له يا سيف راه الحكمة في سكيتك تي توا ديجا عنده زوز كيلو سكيت ديجا هو عنده برشا سكت صمت حاب يصمتوا لا لا نحب نقول له قبل كل شيء الحمد لله على سلامتك انا سيف الدين مخلوف في الدنيا قبل ما سياسه في الدنيا انسانيا اصحاب وخيان صاحبك ساره بالله سلم عليه اما قبل ما يدخل ائتلاف الكرامه قبل انا راه فاجئني بائتلاف الكرامه قولوا كل بيموت عليك موتين عندي بوستير في بيتي ما نرقد كما نغزر له نموت عليه موتين انا حاطينه لك في قلوب انا حاطينه لك في الاي اف ام تي في بيبي جوتيم محلاك ومحلى كرافاتك خويا الحمد لله على خلاص وحلك الله لا يوريها المؤمن الله لا يوريك كبير مني وحل حتى زيد عملنا برشا حس وبرشا شغف مروان تفكرت جملة توا واحد قالها سمع زيد شكون فما شكون سياسي قال كان عندك ريح ذري عشرة شبه له مش هو إشاعات واحد يلبس برشا مربعات يا سيدي موسين معاكم حتى للعشرة أريد أن أجيب بسرعة هو قال لو عدك من الريح ذري كام عشرة فذا ذريته 25 رسالة عليها برحمة اللي مثلك جوتيم رسالة لمواطنون ضد خلاف ضد 25 جويلية من رئيس الجمهورية موسين معكم حتى العشرة متاع ليل فاصل صغير وراجعين معكم في نوفيل جينيراسيون اي نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي 9:53 دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون موسين حتى العشرة متاع ليل نذكروا انه 150 دينار للربح حطوا كومنتاتكم في الباج فيسبوك راديو اي اف ام ولا كلمونا على 31-308-1000 توقع الماتش تونس وغامبيا غدوة 8 متاع الليل توقع نتيجة واحد من اللي بيسجلوا معانا في التليفون غفران اهلا وسهلا غفران الو عسلامة غفران منين تكلم فينا غفران نعطيكم تحية كبيرة برشا 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 من عاصمة السكر بيجا من عاصمة السكر بيجا مرحبا بيك بيجا حلوة وزادوها معمل السكر اي وبالناس الكل اللي يسمعوا فينا من بيجا وانتي احلى واحلى يا نبيل ميرسي بوكو عجزين عايش اختي بيخا حتى انا قلت خاطر احلاها بيجا بي غفران قد عمرك غفران 24 عام بيه نوفل جينيراسيون الفراشي ماتشوات المنتخب اللي تعداو موريتانيا ومالي اكيد 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 شكون احسن جوار عجبك في الماتشات اللي تعداو محمد دراجر محمد دراجر اللي هو ما لعبش بوغوس اون بليس محمد دراجر اللي هو لا كان جيت محضرها ما جيش ضحكت كيف وين عجبك محمد دراجر انستغرام وين عجبني نتبع فيه توا ناقص هو حمزه المثلوثي ناقص تدي تعمل له هكا في البطوله في البطوله العربيه برافو محمد راجر خلط خلوط وعمل بطوله عربيه ممتازه به شنو توقعك الماتش تونس غدو 1-0 شكون يماركيه البونت ممكن لمساكني به كيما ليديا انت زاده به غفران شنو تعمل في الدنيا غفران انت
انا متخرجه مازلت بطله. مازلت بطله متخرجه من شنو؟ عملت هندسه فلاحيه. اه اي ان شاء الله على خير. برافو غفران. برافو برافو برافو. ان شاء الله ان شاء الله باش نخدم ارضع زيزي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. عندكم مرض؟ اي ان شاء الله يا ربي. العزيم العجيم يحب يستحسن ربي يضمن على حياته. كان فوق القطار خلينا نجيبو نجيو نخطبو بطاقه تعريفي حاضرا. حاشكمش بواحد ليبيا؟ عنده ليبيا. حاشكمش اه صايم مشات فيك صايم حرقوك. عندك على شكون تحب تسلم غفران ولا كيفاش؟ عندك على شكون تحب تسلم ولا نسلم عليكم انتوما؟ اي برشا برشا. اي ومحلاكم ومحلى جوكم الكل. عايش كفران. عايش كفران. ميرسي ميرسي بوكو غفران. ان شاء الله تكون انت الرابحه نورتنا وان شاء الله نلقاوك ديما في الاستماع. مروان قول لي التليفونات اللي جاونا الكل نساء. اي نساء تبعوا في الكوره ظهر لي اكثر من رجال بيان سور. فما هكا بوكوسيت نحن فرير عادي باش يكلمونا نساء معناها شوفين نحن. مروان بوزيان في مصر ونبيل زاد نسالك انت واحمد وليديا تحليل المخدرات كيفاش ولا يا نبيل؟ قبل ما تعرس لازمك تستظهر بالتحليل نتاعك نتاع المخدرات. ما صاب عملوه لي انا كنقول. ما صاب عملوه لي. اذا التحليل نتاعك طلع مسخ كما نقولوا احنا بالعاميه ما تعرسش. تعرس تعرس اما تخرج من الوظيفه العموميه. وظيفه عموميه تخرج من الوظيفه العموميه كيف كيف في النوفيام والباك اذا يطلع تحليلك مسخ ما تعديهمش. ولله الحمد لله النوفيام ما شدنيش نغزر له ورايا مات بالعربي جرد التربيع الحمد لله ما كتبش المكتوب ما بيناتنا. السيزيام جاوي بي اما امور الزواج كان جاوا عملوا لي تحليل قبل الزواج راني ما عرفتش خاطر تحليلي نظيف الحمد لله. اي بيان سور. احمد العجيبي في كامل القوية العقلية ما نصححش صديق لي راهو في الحالتين باش تلقى امرأة تونسية معناتها تدلس في التحليل فما حد تعرس باش تعرس راهو ما عندك حد معناها المرأة اذا راجلها تحليل مسخ باش تدلس باش تدلس. هو انا بالنسبه ليا انا بالنسبه لي اللي يخمم باش يعرس اصلا لازم تحليل علاش يحب يعرس خاطر ديجا سافا با ما ديما خمم باش يعرس معناها تحليل مسخ صحيح معناها تحت اثير المخدرات. فما حتى واحد خذي قرار عرس كيكر ليه وما تنجمش تنجح الحكايه في تونس على خاطر من اشهر الاغاني اللي تتغنى في العروسات عايروني بيك حما شرب شرب حما. معناتها هما ديجا يحبوا واحد شرب جراب يا مشكل بعض مشكل مش تاخد في الحكايه هذه. قلت لي في مصر اكبر ثقافه في مصر حقارين على الشيشه دونك مستحيل زاد اللي جاي. شكون يقول انه قد هكا الناس مساء الخير بدات تحكي الناس انه بوتيتر يصير في تونس مستحيل على كل ما فهمتش. نقول لك علاش مستحيل يصير في تونس على خاطر مهما قاعد يصير عندنا في تونس من مشاكل باقي نتصور اللي عندنا حكومه فايقه شويه وتعرف اللي راهو ماهوش المستهلك هو المجرم. المجرم هو اللي قاعد يدخل في الدروغ من غيره. معناتها نحاربوا الناس اللي قاعده دخل في الدروغ والدخل في زطله وكل شيء من الحدود مش الناس اللي تستهلك فيها. قص الراس تنشف العروق. هو بيان سور اي قص الراس تنشف العروق. انا والله حاب نقول برافو لجعفر القاسم شفت الحلقه في صافي قلبك البارح مع عوده بتاع الجمعه اللي فاتت جاب واحد من الحالات اللي تحضر في البرنامج نسيت اسمه الحقيقه هو شد على ترويش في 2010 ثم في الثوره تضرب بكرتوشه في الحبس في الاشتباكات هذيك الكل وتقصت غاضني على الاخر غاضني على الاخر. برافو جعفر على الحصه وكيفاش كيفاش انا بيدي الحقيقة مؤثرة برشا. جعفر عمل نداء لوزير الصحة على البروتيز وكل ان شاء الله قال له ما نجمتش نحن قالوا نتمنى نشد ولدي كيما اي بو ما نجمش نشده فيه إن شاء الله انا دموعي هابط بالوقت تاعك لسه ما نسيته ولكن زاد ان شاء الله تتم الحكاية وتوصل لوزارة الصحة برشا حالات تكفلوا بهم من صفي قلبك مع جعفر ان شاء الله يركبوا له البروتيز وكله يرجع ينجم يعنق ولده اللي هو عمره 10 سنين. مروان بوزيان قل لي فما تصويرة دارت شوية سمير الوافي وصديق اعتذر عندك مدة تحكي عليه رضا لينين ايوه وسمير العقربي اي قلت لي تحب تحكي عليه والله يا طارق ليني باش نحكي على سمير العقربي ولا على رضا لينين ولا على سمير العقرب. نحب نحكي على السيد مسكين اللي التيري هو المراه ايش مدخله. تصور السيد هذاك يطلع قاعد مع صاحبته ومرته ما في بلاش صحيح يلقى سي سمير الوافي مهبط له تصويرته ومن بقى معناه حتى فلو وان شاء الله يا ربي يطلع هذاك جو دورانج والعكس صحيح زاد انت قلت الراجل يطلع في مشكله شكون المراه زاد في مشكله ما عادش بزار المراه اما تو زعما في شي حكي سمير الوافي وسمير العقربي ورياضي اكيد بلاش تحكيوا على الدوبة على خاطر الدوبة بتاعي باهي فما مروان بوزيان لاول مره هيدي زعيم يحضر ضيفا في قناه غير الحوار التونسي في كرداش بلوس مع عمار جمال زميلنا في افام وخالد قربي في اندو برنامج اندو. اذا نجم نقولوا ان يا سيدي هيدي زعيم بدايه النهايه هي. لانه الحوار التونسي
حاجه زوز حالات، يا اما الهادي زعيم باش يخرج من الحوار، يا اما سامي الفهري خالص. سامي شي يقول؟ سامي شي يقول فيها؟ اسمعني هاد هود ما يعين ابره في خيط كان ما يرجال. يلا نختموا نختموا بالتليفون اخر توقع نشوفوه من عند شكون. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم. عسلامة هاو خذي بخاطر كراجل مش مراجع. شكون معنا في التليفون؟ معك كمال البزيوي، حكم سابق. اهلا وسهلا بسي كمال، مرحبا. فماش حويجة؟ شي رايك في التحكيم في الكان سي كمال؟ والله إذن كلمة كان أول غريب نشوف حياته وحكم هذاك السيكازوي. سيكازوي عمري مريتها في حياتي اللي عمله ذاك. أما دخل في اللعبة. نحب نوجه لك سؤال للكليب. أنا كان متلاشمان. أهلا بالغالي، قل لي بسرعة بسرعة سي كمال، ما عاش عنا وقت. بسرعة يا أخوي بالله سي كليب، بالله كي تمركب بونت وكرة وغلقاء مفشوشة في الشبكة بونت ولا برجو ليا بونت وان برانسيب. لا مش بونت. لا هون تو با ماركي، هون تو با ماركي ان بوت افيك ان بولون غونفلي. صحيح صحيح. للاسف نعاودوا ناخذوه غدوه بالله سي كمال على اكثر اكثر تفاصيل. لازمك تعطيني التوقع نتاعك سي كمال بسرعه لانه وقت الاخبار. توقع الماتش. اتوقع هدف لي صفر الجزائري ان شاء الله في الشوط الاول. امين يا رب ان شاء الله. مشكور سي كمال على الاتصال نتاعك، مشكورين الناس الكل اللي خليتونا الكومونتيرات نتاعكم وكلمتونا. احنا وصلنا لنهايه نوفيل جينيراسيون، غدوه سبيسيال متابعه لماتش تونس غامبيا مع ايمن زروق. نتقابلوا نهار الاثنين، الى اللقاء. تشاو تشاو.